السلام عليكم ومرحبا بكم في قناه مطبخ وتدابير نجاح. اليوم ان شاء الله راني راح ندير معكم دولمه تاع كومبيت بصح طريقه واحده اخرى ماشي كيما لا ديرنيغ فوا. لا ديرنيغ فوا درناها او فور ودرناها بلا صوص بيضاء. اليوم ان شاء الله راني راح نديروها صوص حمراء تجي جواز. واش نقول لكم ريحه كلي ريحه البكبوكه. واش عندي هنايا؟ انا هنايا درت البصل والثوم مع شويه تاع ليدام يتقلاو. دوك واش ندير لهم؟ نص مغيفه هكذا تاع طوماطيش مصبره نخليها تتقلى. خلوها تتقلى مليح. هنا كي تقلات الطوماطيش مصبرة تاعنا مع الثوم والبصل نديرو حبيبة تاع طوماطيش. انا حيت حبة تاع طوماطيش ها هي ليك كلي نمرق بها. فوالا نزيد نخلو البصل والثوم ديالنا يدبال ونديرو لهم دوك لي زيبيس. واش نسحقو؟ نسحقو شوية في الفلاكري ها هي نسحقو شويه فلفل الكحل هكذا شويه ما نكثرش شويه كركم على الفائده ديالو هكذا ونديرو بيان سور الملح ونخلوهم يتقلاو بعقلهم. الله الله هاوليك هنا كي دبلنا مليح البصل والثوم واش نديرو؟ نديرو كمشة تاع حميصه كل واحد يدير حبي الكميه اللي يحبها ها هوليك ونمرق بالما يكون سخون ما نكثرش المرقه توجور نزيدوها غير بالعقل على حسب كميه الكرومبيط اللي عندنا هكذا نخليها تغلي ونغلق عليها لا كوكوت باش نطيبوا الحميصه تاعنا ونروحوا للحشوه نوجدوها. ها هوليك الحشوه تاعنا عندنا فيون داشي نديروا لها شويه تاع الثوم هاوليك وكمية تاع الحشيش هكذا ونديرو لها النعناع مقطع صغير هكذا ونديرو لها الرز ما تكثرش برك بزاف هكذا ونديرو العكري كركم نديرو شويه فلفل الكحل وانا واش ندير؟ ندير شويه كمون عباكم لوغو ديالو ما يبانش فريمون كمون بصح يعطي نكهه هايله هكذا وندير نخلط كامله الملح بيان سور انا قريب نسيتو انا المرقه تاعي يطيب راكو تسمعو في لاكوكوت نخلط كامله لا فيون داشي مع هاد المقادير ومن بعد ندير حبه تاع ولاد الدجاج نخدم لافارس تاعي ونخدمها بنفس الطريقه. يا اخي درت معاكم ديجا الكرومبيط راني نخلي لكم الرابط اسفل الفيديو. نعمر الورق تاعي تاع الكرومبيط بهذا الخليط ومن بعد نوريكم كيفاش نحطه في المرقه. هذيك الحميصه تاعنا طابت واش نديرو؟ انا هنا راني روليت الكرومبيط ديالي نحطه غير بالعقل في لاصاص هكذا ومن بعد كي نحطهم ما نغلقش لا كوكوت نقص لها النار ونخليها طيب غير بعقلها. واش نقول لكم؟ تجيب لنا عظيمه مع الاخر نديروا لها الحشيش وشويه نعناع واللي يحب الفلفل بيان سور ميم اللي ما يحبش الحار الفلفل يطلق واحد الريحه شابه هايله. وبيان سور انا كي دوزنت درت شويه يدام باسكو الماكله اللي ما طيبوهاش باللحم ولا بالدجاج نديرو لها شويه زيت بزياده شويه يعني فو با ترو اكزاجيري. فوالا واش ندير؟ انا ما نقعدش نخلط بالمغرف ندير غير هكذا هكذا نقص لها النار ونغطي عليها ونخليها طيب غير بعقلها ومن بعد نتلاقاو ان شاء الله. هوليك الكرومبيط تاعنا جوازا هوليك واجد شاهدكم بالصحه ان شاء الله. يجيب الحشيش انا درت له شويه حشيش من فوق يجي هايل بنين ايكونوميكون بلوس ويزم تعلمونا ناكلوا الخضره تاع الموسم في وقتها مسمى وقت الكرومبيط وقت يعني وقت القرنون وقت الجلبانه نشبعوا بيان وبعد كي تجي لا سيزون واحده اخرى يرحمها ربي.
هذه هي. ان شاء الله تكون الوصفه تاع اليوم عجبتكم، وان شاء الله سورتو تفيدكم. وش نقول لكم، تبعوني على صفحتي سور فيسبوك هي ولو جروب، تحبوا طيبوا توري لي زابليكاسيون تاعكم، جو في اتر فريمون كونتونت بور فو. هذه هي ما عليا غير نقول لكم الفيديو واحد اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.